دخل بقى وعمل الحبوبة وراح مخبي الحدود
الله السؤال ده ده الشيخ يوسف على فرض لو جاء هي ده السؤال ايه هو كده وانت عارف كده مش عارفين لما تقول ده مش عارفين ان انا هنا يوسف ايه لما عملتكم سواك معلش شيخ ليه وصل هو واحد ويقعد ويودي شيخه معاهم وبعدين يبقى اخوه وبعدين يحب اخوه ويخلص له خلاص هم بقى لما يقعد حديثة كده قالوا ان يسرق سرق اخو لهم قال ايه بقى يوسف انتم شر المكان والله اعلم بما فسقتم الإجابة وصلت يا جماعة خد بالك الإجابة قربت خالص يا صديقي إذا إخواتي يوسف لا زالوا وحشين لا زالوا مش على المستوى ويبقى يا لو أحد يقول أنا يوسف أخوكم وأنتوا إخواتي أو أخوكم يبهانوا كانوا هم حمدوا حبيته كانوا هم حمدوا حبيته استغلوا المفلوس واستغلوا السلطان وفي الخوف راح الخليج ويسألوا Thank you.